ثواب القرض الحسن. طبعا في ناس كتير فاكرة ان القرض الحسن ده، وده احنا عاوزين نعملها برضو ثقافة، وهي فاكرين القرض الحسن ده مالوش ثواب. ازاي؟ انت لا تعمل عملا تساعد فيه اخاك وتنوي انه لله الا كان فيه ثوابا. اذا كان العمل المباح بنحوله بالنية لطاعة وثواب، ما بالك ان العمل ده عمل مستحب اللي هو القرض الحسن، ان واحد محتاج مني 1000 جنيه اديله 1000 جنيه، مش منتظر الزيادة. فيجي بعد كده سيدنا النبي قال ثواب القرض الحسن ماله؟ قال يساوي 18 قراطا. يعني ايه يا مولانا 18 قراط؟ والقراط ده ما نعرفوش قد ايه. وفي رواية 18 ضعفا. الله. قال لك اذا كانت ان انت بتتصدق فالصدقة بتاخد 10 ممكن توصل 700. قال لك القرض عشان الفلوس بترجع لك تاني وانت بتطلعها بتاخد 18 ضعف. 18 ضعفا. ليه؟ لانك طلعتها وما تعرفش هي هتجيلك ولا لا، ممكن ما تجيلكش تاني. وبعدين خرج مالك من تحت يدك، والانسان تملي حريص وشايح بماله. صحيح. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط. والله يقبض ويبسط واليه هو ترجعون. سبحانه وتعالى اللي عنده القبض والبسط. ما أعطيت أحدا قرضا لمساعدته إلا الله عز وجل، كأن القرض ده راح لربنا سبحانه. شوف الجمال. فبيقول لك أنا بقى هضاعف الثواب وهيرجع لك المال. يبقى يا سعادتك أخرجت مالا من يدك ثم رجع إليك ورجع بثواب عظيم عند الله عز وجل. فعاوزين نعمل ثقافة القرض الحسن حتى لو ب 100 جنيه او ب 50 جنيه. يعني هنا برضه في ثقافه حلوه عندنا، الناس بتعمل جمعيات مع بعض كده بشكل بسيط جدا عشان يفكوا مشكله عند حد. جميل. ده من الابتكارات. يا سلام. يعمل جمعيه البنت هتتجوز او الله. الولد هيتجوز او هنجيب له هدوم او هيخش الكليه او المصاريف او الدروس الخصوصيه، ربنا يعني يحفظنا منها جميعا. فيعملوا جمعيه عشان خاطر يقبض ويعمل. دي من المساعده، دي من التعاون على الخير. لو نوينا واحنا داخلين احنا عشان كده ننوي كده. ايوه. كل عمل طالما ان في عمل يبقى في نيه. الله. النيه انت بقى تحول العمل ده لطاعه. فانا لما اعمل الجمعيه اللي بيعملها الجمعيه دي، طب انا داخل عشان اساعد الناس اللي محتاجه دي، حتى لو انا مش محتاج انا داخل اساعدهم، بدل ما اسلفهم انا بقى كلنا بنساعد.